النهاردة إن شاء الله هناخد درس ضرب كسر أو عدد عشري في عدد صحيح. إزاي تضرب صورة عشرية في صورة صحيحة، يعني لا تحتوي على علامة عشرية. ضرب الكسور والأعداد العشرية في عدد صحيح، هناخد مثال ومن خلال المثال هنقول لك القاعدة. أوجد حاصل ضرب أول حاجة عندي 4 من 10 في 3. إزاي نضرب 4 من 10 في 3؟ أول حاجة لازم نتفق عليها حاجة أساسية، إن إحنا هنتجاهل العلامة العشرية كأنها مش موجودة، يعني هتلغيها كأنها 4 في 3. 4 في 3 بتساوي كام؟ كلنا حظنها بتساوي 12. هكتب حاصل الضرب، بعد كده هسأل نفسي العلامة العشرية الموجودة في الجزء العشري بعد كم رقم من على اليمين؟ صح، بعد رقم 1 بس. يبقى أنا هبتدي أكتب العلامة العشرية بعد رقم 1 من على اليمين في حاصل الضرب اللي هو 12. يعني هقول أعد كده من على إيدي اليمين، أقول أول رقم عندي على إيدي اليمين كام؟ صح، 2. بعد كده هكتب العلامة العشرية، يطلع الناتج عندي 1.2. اللي بعده 36 من 100 في 6، هنتجاهل العلامة العشرية، هتبقى 36 في 6، اجيب حاصل الضرب 6 في 6 ب 36، 6 ومعنا 3، و 6 في 3 ب 18، 18 و 3 كام؟ صح، 21. بعد كده هبدأ اكتب العلامة العشرية، ودي خطوة بينساها عدد كبير جدا، يبقى لا تنسى وضع العلامة العشرية طبعا لإيه أو طبقا لإيه؟ على حسب وضعها في حواصل الضرب أو في العوامل. عندي 36 من 100 بعد كم رقم من على اليمين؟ بعد رقمين، يبقى أنا هعد رقمين من على اليمين واكتب العلامة العشرية، يبقى عندي 6 1 أكتب العلامة العشرية، يبقى الناتج هيطلع عندي 2.16. نمرة 3 306 من 1000 مضروبة في 7 كأنها 306 في 7، أطلع الناتج الأول 7 في 6 ب 42، 2 ومعانا 4، و7 في 0 ب 0، وهنزل 4 مباشرة، و7 في 3 بتساوي كام؟ صح، 21. هنا العلامة العشرية بعد 3 أرقام من اليمين في العدد 306 من 1000، يبقى أنا لازم أكتب العلامة العشرية بعد 3 أرقام من اليمين. هعد 2 4 1، أكتب العلامة العشرية، يطلع الناتج عندي 2.142. نمرة 4 2.7 في 8، ملاحظين إن ده عدد عشري، يبقى هتخيل إن هو 27، إلغاء العلامة العشرية أو تجاهل العلامة العشرية. هضرب 8 في 7 بتساوي كام؟ 56. لازم تكون مراجع جدول الضرب، مهم جدا إن أنت تكون حافظه على طول. 8 في 2 بتساوي كام؟ بتساوي 16. 16 و5 كام يا شباب؟ كانت معانا بتساوي 21. يبقى العلامة العشرية هحطها بعد كم رقم؟ صح، تمام، بعد رقم 1 من على اليمين. ليه؟ لانها في العوامل موجودة بعد رقم 1 من على اليمين، يطلع حاصل الضرب 21.6. اللي بعد كده رقم 5 32.12 من 100 في 9، هنتجاهل العلامة العشرية كأنها 3212 في 9. هبدأ اضرب 9 في 2 بتساوي كام؟ بتساوي 18، 8 ومعانا 1، و9 في 1 ب 9 و1 10، 0 ومعانا 1. بعد كده 9 في 2 هتساوي 18، 1 19، 9 ومعانا 1، و9 في 3 بكام؟ 27 و1 28. العلامة العشرية خلاص حفظنا بعد رقمين من على اليمين، يبقى 8 0، اكتب العلامة العشرية، يطلع حاصل الضرب 289 صحيح و8 أجزاء من 100. بعد كده 2.1 من 1000 في 4، سهل جدا كأنها 2001 في 4. هضرب 4 في 1 ب 4، و4 في 0 ب 0، و4 في 0 ب 0، و4 في 2 ب 8. خلاص ما تنساش تكتب العلامة العشرية بعد 3 أرقام من اليمين، يبقى عد 4 0 0، هكتب العلامة العشرية، يبقى على طول حاصل الضرب هيساوي كام؟ صح، 8 صحيح و4 أجزاء من 1000. المثال اللي بعد كده بيقول لي اوجد حاصل ضرب، ايه الاختلاف؟ الاختلاف هنا انا هضطر اضرب في عدد مكون من رقمين، وده درسناه قبل كده في الصف الرابع. هتجاهل العلامة العشرية، انا عندي 42 من 100، طيب يبقى هتبقى كأنها 42 في 81. طب ازاي كنا بنضرب في عدد مكون من رقمين؟ هبدأ من الأحاد اللي هو الواحد، أقول 1 في 2 و1 في 4، ممكن أقول مباشرة 1 في 42 بتساوي 42. ما تنساش قبل ما تروح لخانة العشرات هتحفظ خانة الأحاد بصفر، وبعد الناس بتسيب تحتها فاضي، وأبدأ أضرب 8 في 42، 8 في 2 بتساوي 16، 6 ومعانا 1، 8 في 4 كلنا حافظينها ب 32، 32 زائد 1
واحد تساوي كام؟ تمام 33. بعد كده هنجمع حواصل الضرب اللي عندي، 2 زائد 0 بتساوي 2، و4 و16 صفرهم عن الواحد، 1 على 3 بقت 4، الأربعة هتنزل والتلاتة هتنزل. طلع حاصل ضرب 42 في 81 ب 3402. طبعا لو انا جبت لك السؤال اختياري وقلت لك 42% في 81 هتلاقي ده ضمن الاختيارات. عشان يلخبطك ما تنساش تكتب العلامة العشرية. طب هكتب العلامة العشرية فين؟ وضع العلامة العشرية او فين مكانها؟ حسب ما هي موجودة في عوامل الضرب. اروح ل 42% تاني، العلامة العشرية بعد كام رقم من على اليمين؟ صح، بعد رقمين. يبقى انا هكتب العلامة العشرية بعد رقمين من على اليمين. اعد عندي 2 0، بعد كده اكتب العلامة العشرية، يبقى حاصل الضرب عندي عبارة عن 34 صحيح و2 من 100. رقم 2 زي رقم 1 بالظبط، هنتجاهل العلامة العشرية كأنها 6102 في 24. أول حاجة همسك رقم الأحاد اللي هو 4 هضربه في 6102، 4 في 2 بتساوي 8، و4 في 0 بصفر، و4 في 1 بـ4، و4 في 6 بـ24. ما تنساش هنحفظ خانة الأحاد بصفر، وأبدأ أروح لخانة العشرات، 2 في 2 بـ4، و2 في 0 بصفر، 2 في 1 ب2، و2 في 6 ب12. هجمع حواصل الضرب، 8 زائد 0 هي 8، و0 و4 4، وال4 هتنزل، و4 و2 6، و2 و2 و4، يبقى 2 زائد 2 بتساوي 4، وبعدين ننزل الواحد. عينك على عوامل الضرب، 6 و 102 من 1000، العلامة العشرية بعد 3 أرقام من اليمين، يبقى خلاص هنكتب العلامة العشرية بعد 3 أرقام من اليمين، يبقى 8 4 4، خلاص نكتب العلامة العشرية، يبقى الناتج اللي عندي أصبح 146 صحيح و 448 من 1000. هناخد ملاحظة مهمة جدا، بيقول لي يمكن استخدام خاصية التوزيع اللي هي قيمة كل رقم. خاصية التوزيع إن شاء الله هندرسها في الترم الثاني، بس احنا هناخدها كأنها قيمة كل رقم في الحصول على قيمة الضرب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قال لي مثال وقال لي اكمل ما يأتي موجود في الكتاب، 3.26% في 17 بتساوي 3.26% في 7 زائد كام؟ يبقى بيساوي 3.26% في 7 زائد كام في كام؟ بتساوي كام في الآخر؟ طب إزاي أحلها؟ عينك على ال17، هتلاقي العدد اللي ثابت عندي هو العدد العشري اللي هو 3.26% بعد اللي يساوي متكرر. ال17 دي لو أنا سألتك على ال17 دي اكتبها كام زائد كام، لو خدها رقم برقم، السبعة في الاحاد قيمتها 7، والواحد في العشرات قيمته 10، يبقى ال17 اقدر اكتبها 7 زائد 10، وبالتالي 3.26% في 17 كأنها مضروبة في 3.26% في مجموع السبعة والعشرة، يبقى العدد الناقص الاولاني كام؟ 10. بعد كده هو في الاصل بيضرب 3.26% في 17، طب انت 17 كتبتها 7 زائد 10، يبقى خلاص كأنك هتضرب ال 3.26% مرة في 7 وبعدين مرة في 10، خدناها قبل كده مرة في 7 وبعدين مرة في 10، وبعدين تجمع حواصل الضرب اللي عندك، يبقى بتساوي 3.26% في 7 زائد 3.26% التانية في كام؟ في 10. هتلاحظ عشان تجيب الناتج النهائي عندك جزئين، اول جزء عندي اللي هو 3.26% في 10، وده خدناه ضرب عدد عشري في 10 و100 و1000. هنحرك العلامة العشرية ناحية اليمين رقم واحد بس، يعني انت ممكن تجيب الناتج هنا بمجرد النظر. صح، انا سامعكم بتقولوا هيطلع 32 صحيح و6 من 10. والجزء الثاني لسه واخدينه الحصادي اللي هو 7 في 3.26 من 100، هتجاهل العلامة العشرية وهضرب 326 في 7، وبعدين اكتب العلامة العشرية بعد رقمين من اليمين، يبقى بيساوي الجزء الاولاني لما اجي اضربه 7 في 6 بكام؟ ب 42، 2 ومعنا ال 4، وال 7 في 2 ب 14، 14 و 4 18، 8 ومعنا ال 1، وال 7 في 3 ب 21، نراجع مع بعض 21 1 22، يبقى 2282، بس انا كتبتها لك هنا على طول مباشرة، خلاص حطيت لك العلامة العشرية بعد الرقمين من على اليمين، يطلع الناتج عندي 22 و82 من 100، زائد الجزء الثاني اللي احنا قلناه هيطلع مباشر، خدنا القاعدة بتاعته 32 و6 من 10. بعد كده هبتدي اجمع العددين، لما اجي اجمع العددين خد بالك انك لازم تساوي العلامات، يعني الاثنين اللي في اجزاء من 100 هتنزل زي ما هي، و8 و6 14، 4 معنا
واحد، واحد على الاتنين بقت تلاتة، تلاتة واتنين خمسة، وبعدين اتنين وتلاتة خمسة، يطلع الناتج النهائي اللي هو آخر نقطة موجودة في الجملة الأكمل 55 و42 من كام؟ من 100. ناخد مثال على محيطات الأشكال، هتلاقي مديلك الشكل اللي عندك، طوال الأضلاع اللي عندك موجودة عبارة عن أعداد عشرية أو كسور عشرية، وبيقول لك احسب المحيط. الشكل الأولاني ده هو شكل خماسي، خماسي ليه؟ لأنه هو مكون من خمسة أضلاع، وخماسي بيسموه خماسي منتظم. طب ليه خماسي منتظم؟ علشان كل الأضلاع متساوية اللي هي 5 و25 من 100 سنتيمتر. بالتالي احنا درسنا بشكل عام محيط أي شكل هندسي بيساوي ايه؟ صح، بيساوي مجموع أطوال أضلاعه، بس الأضلاع هنا كلها متساوية زي المربع كده. لو سألتك قلت لك محيط المربع بيساوي ايه؟ صح، طول ضلعه في 4، او ممكن اجمع طول الضلع اكرره كده 4 مرات. هنا بقى ممكن اقول محيط الشكل بيساوي طول ضلعه في 5. طب ليه؟ طول ضلعه هاخد واحد بس واضربه في 5. طب الخمسة هي ايه؟ عدد الاضلاع. طول ضلعه من على الرسم هيساوي 5 و25 من 100 في 5. بسرعة نطلع الناتج، 5 في 5 بكام؟ ب25. 5 في 2 ب10 و2 كام؟ 12، 2 ومعانا الواحد، بعد كده 5 في 5 ب25 و1 يبقى 26. ما تنساش تكتب العلامة العشرية بعد رقمين من على اليمين، يبقى 5 2، اكتب العلامة العشرية، يبقى الناتج اللي عندي 26 صحيح و25 جزء من 100 سنتيمتر، يبقى انا كده طلعت محيط الشكل. الشكل الثاني كلنا درسناه هو مستطيل، محيط الشكل بيساوي الطول زائد العرض في 2. طب الطول كام؟ طبعا هو البعد الكبير، يبقى 7 و12 من 100 زائد كام؟ زائد 4 مضروبة في 2. كلنا عارفين ان احنا هنجمع الاول، 4 صحيح زائد 7 و12 من 100، 4 و7 كام؟ 11، وعندي الاجزاء 12 من 100. ياريت نحاول ان احنا نشتغل عقلي بيكون افضل واحسن، يبقى 11 و12 من 100 في 2. طبعا 2 في 2 بتساوي 4 و2 في 1 ب2، يعني الاتنين هتكرر 3 مرات. هنا ما تنساش تكتب العلامة العشرية بعد رقم واحد او بعد رقمين من على اليمين، لانها موجودة بعد رقمين من على اليمين، يبقى اصبح المحيط عندي يساوي 22 و24 من 100 سنتيمتر. بناخد مثال تاني، بيقول لي اشترى احمد 12 علبة عصير، سعر الواحدة 1.75 من الجنيه، معناها يعني ايه بالبلدي كده؟ 2 جنيه الا ربع. كم جنيها يدفعها احمد؟ يبقى هو هنا عايز ثمن العصير، واذا دفع للبائع 30 جنيه، يعني هو كان في جيبه 30 جنيه واداهم للبائع، فكم يرد البائع له؟ كم يرد البائع له؟ دي معناها انك عايز تحسب الباقي. طب يبقى هنا علشان انا احل الخطوة الاولى عندي والخطوة التانية، هنا عندي سؤالين في المسألة. اول جزء كم جنيها يدفعها احمد؟ يبقى هنا هو عايز ثمن العصير. طب ثمن العصير بيساوي ايه؟ دايما لما تشتري عدد ويديك سعر الوحده الواحده، يعني اشتريت كذا حاجه ايا كانت، علب عصير، لعب، موبايلات، اي حاجه، ويديك سعر الحاجه الواحده، عشان تجيب الثمن الكلي تقول له عدد الوحدات مضروبا في ثمن الوحده الواحده ايا كانت هذه الوحده. يبقى عندي في المثال اللي عندي عدد العلب في سعر العلبه الواحده، عدد العلب كام؟ صح، 12 علبه في جنيه و75 من 100، يبقى 12 في 1.75 من 100. طبعا هنا هنتجاه العلامة العشرية كأنها 12 في 175. طيب ازاي نحسبها؟ سهل جدا، الضرب في عدد مقاوم رقمين على طول، ممكن نقول له 2 في 5 بتساوي كام؟ 10، واتنين صفر معنا الواحد، و2 في 7 ب14، واحد 15، 5 معنا الواحد. طيب و2 في 1 ب2، واحد كام؟ 3، 350. قبل ما نروح لخانة العشرات كلنا نحفظ خانة الأحد بصفر، خلاص حفظنا الخطوة ديت، ما ننساهاش. 1 في 175 على طول بتساوي كام؟ 175، عشان نسهل على نفسي. بعد كده هجمع، الصفر ينزل، و5 و15 صفر معنا الواحد، الواحد على التلاتة بقت 4، 4 و7 11، حط الواحد ورحل الواحد على الواحد هيساوي 2. ما تنساش لو انت تعاملت معاها كده هيبقى 2100، وطبعا ده اجابة خاطئة. ما ننساش خطوة انك تكتب العلامة العشرية، طبعا العلامة العشرية بعد رقمين من اليمين، يبقى انا اقول 0 0 وبعدين علامة عشرية. دي معناها كام؟ صح مظبوط، معناها 21 جنيه، 21 صحيح، لان الجزء العشري عندنا بصفر، يبقى تمن العصير بيساوي 21 جنيه.
طب ما ننساش احمد ادى للبائع كام؟ 30 جنيه. طب يبقى هيرجع له كام؟ احسبها ازاي دي؟ بالطرح، يبقى 30 ناقص 21، يبقى ما يرده البائع اللي هو المتبقي بيساوي ما دفعه احمد ناقص ثمن العصير. احمد دفع 30 جنيه وثمن العصير 21، يطلع الناتج على طول ب9 جنيهات. بكده احنا انتهينا من ضرب عدد صحيح في كسر عشري او كسر عشري. نشوفكم على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية، ضرب الكسور الاعدادية.